مشاهدين ونبدا معك صافي. قلت لي يومين دابا باش خرجتي اختي؟ يومين ما كنت تاع عيني كيبان عليهم العيا ما نعساش باينه. ما نعساش ما كنتش خافي دابا يوقف عليك شي واحد يجي عندك؟ قريب هنايا 36 قريب فهمتيني، سواء نحش التحرك لي راسي بزاف وعيش. انت ديجا كان عندك هذا المشكل في راسك ولا تخرجتي للزنقه؟ هذاك الشيء منين شدك هذا؟ من هاد الايام من هاد 3 ايام فاش خرجتي؟ صعيب الحال. إذا نبداو على بركة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا هذه الأخت اللي عندها واحد القصة اللي شوية صعيبة. كانت كتعيش في دارهم بخير على خير، ماتوا الوالدين ديالها، كتفاجأ بخوتها جراو عليها دابا شي 3 أيام وخرجت للزنقة. كيف ما كتشوفوا هذه السيدة باقا نقية مسكينة، يعني ما بينش على الملامح ديال الزنقة وهذا. واليوم كتطلب المغاربة باش أنهم يوقفوا معاها ويلقاو لها شي محل فين تسكن بما سهل على الله. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. عرفين على راسك وقلنا المشكل من الأول. أنا عائشة مبشور. علي صوتك شوية. عائشة مبشور بنت الرحمة. تفاجأت تخاصمت مع أختي وجوج خوتي. تخاصمنا على أبسط حاجة. شنو السبب اللي خلاكم تخاصموا؟ على قبل واحد السطح الفوق هي باغا تبيعو، قلت لها أنا ما يمكنش تبيعي شي حاجة اللي ما ديالكش. هذه هي دار الوراثة. دار الوراثة وأنا شادة بيد ديالي. شكون اللي بغا يبيع؟ أختك هذه؟ هذه أختي باغا تستغل كل شيء. تصور تنطلع من شر حوايجي وليت لقى حوايجي كلهم عامرين بجافير. كتعمر لك حوايجك بجافير؟ تنشرهم تصور تنشر. انا كنت نخرج نخدم في القهوه، دابا ملي ولا كوفيد وداك الشيء حبست مابقاش. وهي استغلتني بزاف وليت تعمر لي حوايجي بجافير، حقرتني فهمتي هذيك الحقره اللي حقرتني بقى فيا انا الحال. وتخاصمنا انا وياها خرجت. واش هادشي تاع ملي بداش معاك يعني بدات كتحقر فيك وكدير معاك اساليب ماشي مزيانه، واش ماتوا الوالدين ديالك ولا قبل كانت كدير معاك؟ لا، ماتوا الوالدين. يعني كانت قبل كتعامل معاك مزيان؟ لا، هي كانت هي اصلا ديجا على برا، هي اصلا هي اللي دخلت. هي ما عايشاش في المغرب؟ ما عايشاش في المغرب. ولكن دابا راه جلست في خطره حاش مريضه يمكنش لها ترجع. وكيفاش طرداتك من الدار؟ خاصمنا انا وياها، قالت لي خرجي بحالات. دابا شكون اللي كيعيش في الدار؟ انجي هي وجوج خوت. وتما وافقوا انك باش تخرجي من الدار؟ راهي حاكمة عليهم. شنو كتصرف عليهم مثلا؟ عودين خوتك ما خدامين ما والو. كل واحد كاين خدامين، الله خدمة على واحد الحال. خويا الاخرى باقية صغيرة ما عندهاش 18 عام. مني خرجتي اختي فين مشيتي؟ شنو درتي؟ جراو عليك؟ قالوا لك خرجي من الدار. صافي خرجوني هما. صحة خرجوك صحة. الدنيا ما عندي ما ندير. فين مشيتي؟ جيت ديريكت للمريض. حاش ما عنديش ما ندير. شنو كتنعسي دابا في الزنقه؟ شنو؟ في العسل داخل، ولكن انا ما تنعسش كاع على العسل العسل صح حتى تدخل داخل، ولكن دابا مابقاش كتنعس. يعني بحكم انت ما مولفاش الزنقه جيتي ما يعني ما قدرتيش ولا شي؟ ما قدرتش. وكيفاش كديري بالليل؟ بحال دابا والبارح مني خرجتي جيتي هنايا ديغيكت، كيفاش نعستي؟ شنو درتي؟ كنبقى جالسة تفكير، جالسة بوحدي، ما نهضر مع حد ما نقول لحد اللي بغيت ولا. مابقيتش نقد، مرضت أنا أصلا مرضت. هادشي راه صعيب أختي أنك تكوني في داركم. أنا مريضة، أنا عندي الغلطة ديال العصب والله إلا مرضت. وما حاولتيش تعيط عليها يعني تصلح الامور تقول لها اختي انا في الزنقه دابا؟ لا، ما كلش شهر ما عندنا. شنو قالت لك ما تبقايش ترجعي للدار؟ لا، ما بقاش نرجع. ما قالت لي ما بقاش ترجع للدار، واصلا صافي سالينا وانا تنتمنى الناس يعاونوني وخا نشوف اش بيت نتخشى فيه ونمشي نخدم على راسي. البدايه اللي شويه عندي وعلا. اكيد البدايه ديما كتكون صعيبه. البدايه ديما صعيبه، فلوس كيفاش دازت عندك هاد اليومين وانت دابا في الزنقه؟ عذاب. انت ما عمرك ما خرجتي للزنقه؟ ما عمرني خرجت. خرجتي كيفاش دوزتي هاد اليومين اختي؟ قلت لك العذاب،
قلت لك العذاب، عندي الورقه بين لابدي ليبرال ديال الدار فهمتي، ما بقيتش ما نستحملاش داك الشيء نتشرم يعني كي كتعرضي للاغتصاب يعني بزاف الناس كي يعني انشي مدام بلي يعني كتحسي بخطوره بخطوره الحياه وانا ما بغاش تلقيتي راسك في الزنقه كتحسي بالحقره من طرف الخوت ديالك جراو عليك ومرة ماشي من حقهم يجريو عليك حيت هذيك دار الوراثة ولكن راه مكاينش عمل هذا الشيء وليتي خايفة على راسك حتى منهم هما بزاف راسي اللي خايفة عليه بزاف والزنقة صعيبة كي اللي مولف الزنقة قاد يفرش كرتون راه مانقدرش نفرش وانتي قادة على الخدمة اختي قادة نخدم شنو كتعرفي ديري مثلا؟ نخدم في الديور نخدم بزاف دابا مع كورونا ممنوع محابسين كل شيء أكيد حابسين واخا تمشي عند نص مصريات دير الزيت ديالي تمشي قلبت اليومين هادي داس عليا ما لقيتي والو مرات صافي ترجع حالات كترجعي لهاد المكان نيش بالضبط وشنو النداء ديالك اليوم اختي؟ انا النداء ديالي عائشة بشرط يعاونوني الناس واخا ما تلقوش فيا 5 ريال ترا واخا شهر وباش نحيد من الزنقة يعني باش تحيدي من الزنقة تانستالاي وتبداي تقلبي على راسك تخدمي واخا بغيت نفرش في البوجي يعني الزنقة ما قديتيش عليها الزنقة صعيبة صعيبة قلتي لي اختي قلتي لي انا دابا مني خرجت من الزنقة ما كنعش متى نعاش ما كنشوفش نعاس كنبقى فايقة صعيبة نهار واحد لما بسكتش على طول سير شو انسان اللي كيكون مولف يعيش في دارهم بقيتي فيها داس من هنا ولقاشك عاودتي لها صبنت حوايجي في الماكينه هذا ولكن شحال بدك شحال هاني هاني دارت بخير واحد اخر ما يدارش بخير معقول هادشي والدوام صعيب الدوام عرفتي كيبقى الانسان تيشوف الدوام وانت ما كتفكريش عاودي ترجعي لداركم لا خويا لا واخا من حقك انك تجلسي في الدار من حقي نرجع لدارنا ولكن انا دابا صافي حققت اليوم كامل يعني صافي ما بقيتيش قادره حوايجتي ضربوا لي بجافي وانت دابا حنا دابا مررنا الرساله ديالك وكنتمنوا ان شاء الله من المشاهدين انهم يتواصلوا معاك ويعيطوا لك ويساعدوك ولكن لحد الان فين بحال دابا اليوم فين غتبقاي اليوم اخويا غدا نبقى جالسه تجي وتشوفني نبقى جالسه ما نعش خد العصا ما بقاش نقد نعس انا عندي الورقه دابا ديال الطبيبه نوريها لك هادشي كل راوند خصني كل 3 نمشي ندير رونديفو ديالي دابا يعني كل 3 خصك انتي ندير رامي خصني ضروري نمشي نسوان دابا بان خصني بحال شكون اللي مازال شي راس ما عمرش وقع لا ما عمرك ما تزوجش عمرك ما شحال في العمر ديالك 30 عام زيد 90 يعني باقا شابه باقا صغيره يعني الناس اللي بغاو يتواصلوا معاك يقدر شي واحد يبغي يتشيق فيك مثلا شي مرات تجيب عندك لاكارت ناسيونال ديالك عندك المسائل ديالك كلشي نوري لك فهمتك اختي اكيد هذا الطبيب اكيد اذا كنتمنوا من المشاهدين انكم تفاعلوا مع هذا النداء ديال هذه السيده هذه المسكينه اللي كتعيش في الزنقه وكيف ما كتشوفوا الحاله ديالها يعني السيده مسكينه تلاقيت معاها هنايا عودات ليا مسكينه قالت لي واش وقع ليا جراو عليا دارنا وكيف ما كتشوفوا هي مسكينه راه لحد الان كتحسوا بها راه باقا مصدومه وكنتمناكم انكم تعيطوا ليها الناس اللي غيتفلاو ما كاين لا شي يعيطوا لها الناس مساكن اللي باغيين يديروا فيها الخير وربي راه فوق منا وكل واحد كيتجاسع على قبل النيه ديالو النمره ديالها راه حطيناها ليه هي 077 05 64 30 حنا كاع مغاربه راه غتبقى فينا ساخشو مره يعني حنا يمكن لنا نقدوها بزاف د الحوايج يعني ما تقدرش تبقى في الزنقه تقدر تعرض للاغتصاب تقدر تعرض للعنف يعني بزاف د الحوايج كتعرفوا اللي راه صعيب اذا كنتمنى الميساج ديالكم يوصل ان شاء الله لهاد السيده هادي وتلقى شي مكان كلمه اخيره خليها لك شنو بغيتي تقولي فيها نقول لكم الله يجزيكم بخير لا بغيتو تعاونوني الله يجزيكم بخير ولكن اللي كنتو تفلاو بلاش ما بغيتو ديروا فيا الخير الله يجزيكم بخير واخا تشوفوا لي بيت نعيش فيه ونحيد من الزنقه حاس الزنقه فيها ديالي واحد التعاليق ديال الاخت فاطمه كتقول لك رجعي لداركم اختي
زعما رجع للدار ديالكم وريحي وشقيت ريق حياتك، ولكن هي زعما شنو اللي ما خلاكش ترجع للدار؟ انا ما باغاش نرجع للدار، هذيك الدار هي اللي ما غنضرش نرجع. علاش؟ ما لقيتش فرحتي، ديما المشاكل وديما الغوت وديما الصداع. زعما الناس بغاو يقولوا لك زعما ترجع للدار بما لقيتي شي خدمه وهذا وتقدري تستقري. نرجع انا باغا نبقى بوحدي. يعني صافي خدي شي قرار. وصلت للدار وصلت العصا. كيضربوك كاع. اه ثلاث درجة. اختي كتضربني. وصبات عليها حش تقدر حش مريضه وحشومه تطيبوا الماكله ما تعطيونيش تصورت مشاهد عمتي الله وانت خشهم من باهم امهم اه نفس الكميه اللهم ان هذا ممكن ما غاديش نرجع دارنا اختك اختك الا كانت كتشوف في هذا البيت شنو بغيتي تقولي لها والله الله يسمح لها الله يسمح لها وخوشك تما كانوا كي كانوا تما كانوا كيضربوا ضربني رجلي تعبالي كلشي ديري بدون سبب تقرقب شنو زعما تقولي كتحرشهم هي بحكم هي كتصرف عليهم زعما هي اللي كتحرشهم لا 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 هما هكا كبيرين واحد تيك من حشيش واحد تيقرقب يعني ما خدامين ما والو تاهم جالسين الميساج واضح اختي بغيتي تضيفي شي حاجه لا ما غاديش نرجع دارنا بغيت الا بغاو الناس يعاونوني يعاونوني من القلب ديالهم انا راه ما تنتفلاش وهادشي اللي تنقول راه بصح كنا انايا دابا فهاد الوقيته عندي دار ما كنا واه جالسه فيها اكيد حتى شي واحد ما غيبغي يخرج للزنقه سير شو دريه كنا انا واه مرتاحه كنا عندي فيس كنا ارتاح كنا السبعه تلقاني ناعسه معقوله اختي اكيد حتى شي واحد ما كيبغي يعني يخرج للزنقه سير شو مرا شي واحد ما كاين اللي غادي يهرب من دار العرس بصح معقوله كيقولوا المغاربه اذا باغا المهم انا باغا نبغي الناس يعاونوني انت قاده تخدمي قاده ضربي تمر على راسك قاده نضرب تمر واخا في قهوه ولا شي دار ولكن دابا مع كورونا داكشي تاع شي حابس دابا انا بغاو الناس يكريو ليا هما من عندهم ما يعطونيش انا الفلوس يكريو ليا لا بغاو يثقوا فيا انا ما تنتفلاش هذا هو الاخر الكلام ديالك صورت الموز انا بالجوع شنو ما تعشيش اليوم ماما ما بغا والو دابا الشهيه صافي تسدات ليا محبوسه لك الشهيه اه صافي شنو انا كل دواء عندي وكتشربي الدواء ديالك تريتمون يعني عطاها لك الطبيب دابا خصني باش نشري باش نشري الدواء ديال العصب قلتي ليا ندير ورقه ديال والطبيب مانع لك يعني خاصك تكملي الدواء ديالك خصني الا بغيت نشرب الدواء خصني نكون مرتاحه يعني يعني مورالمون خصك تكوني مزيانه في النفسانيه ديالك ولكن على الاقل انت ما خصكش تقطعي الدواء يعني دابا انا ما عنديش باش نشري يعني تقاد لك ما بقاتش عندك الناس اللي كيسولوا على المدينه راه المدينه هي الدار البيضاء راه باينه حنا دابا لحد الان في الدار البيضاء كنتواجدوا بالضبط حدا مستشفى بنوروس ميريزكو الى اللقاء وكنتمناكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش هاد السيده مسكينه ما تبقاش تنعس مره اخرى في الزنقه ولا نهار اخر في الزنقه يعني تحسبا لاي اول حاجه فيها بنادم غادي تبلا بنادم بزاف انا ما لا صعيب دابا انت قلتي 3 ايام باش خرجتي من داركم انا خارجه انا خارجه كتبان في حالتك كيف ما كتشوفوا في حالتها مسكينه راه ماشي شي السيده اللي غايشوفها غايقول هذه كتنعس في الزنقه راه كتبان بخير كنتمنوا منكم انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل العدد اكبر من المشاهدين باش الناس يتفاعلوا معها ويعاونوها باش مسكينه ما تبقاش نعسه في الزنقه ديروا اختكم يعني ديروها بنتكم يعني انسان حتى شي واحد ما كيف قالت هي حتى شي واحد ما كيهرب من دار العرس انا كون كانت مسكينه هي مرتاحه في دارهم راه ما غاديش تخرج حاجه في الفساد وباغا هادي وباغا هادي برافو عليك اختي برافو عليك متفق معاك متفق معاك كيف ما كتسمعوا مشاهدين يعني مسكينه هي ما باغا دير لا فساد لا والو باغا تعيش مسكينه بالحلال ديالها باغا تخدم وهي فقط كتطلب منكم انها شي واحد يلقى لها شي بيت فين تستقر بعدا بما لقاش مسكينه كيفاش تمشي الحال ديالها ايوا دافي شي حاجه الله يجزيكم بخير اللي بغا وان شاء الله حنا المغربيين انا متاكد ان شاء الله غيعيطوا لك الناس وغادي يعاونوك شكرا اخويا ما كاينش مشكله هذا واجب علينا اختي حنا فقط انا والله بقيتي فيا والله العظيم ما بغيش زعما يعني بحال كتشوفك كنشوف كيف ما كنشوف اختي يعني حتى شي واحد ما غيبغي يخشوت باس في الزنقه ولا شي واحد سير شو انسانه نقيه بصح اختي بصح نتمناو الخير ان شاء الله. شكرا بزاف.
ما كاينش مشكل. اذا وبهذا مشاهدين شو تيفي غنهوا هذا البث في بث اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. فين تمشي دابا؟